من تريد أن تكون متقنا في نطق ترتيل فزد ما يخشع، ومن أفاد الناس في خطابه نثرا وشعرا فليضف ما ينفع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا. وآخر المطاف ربح للذي يجيب عن أسئلة ويجمع، حكاية التجويد علم نافع، حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا. يا فرقة الحروف الشجرية في وسط اللسان، الجيم والشين والياء، هل أنت جاهزة؟ نعم، الفرقة جاهزة. جيم، شين، ياء. انطلقي. لخروج حرف الضاد من حافة اللسان مستطيلة إلى ما يلي الأضراس، فيستطيع الضاد أن ينطلق من حافة اللسان الأيسر وهو أسهل وأكثر، أو من حافة اللسان الأيمن وهو قليل، أو من حافتي اللسان وهو أقل، أي يلفظ هكذا. يا فرقة الحروف الأصلية ذات الصفير، الصاد والزاي والسين، هل أنت جاهزة؟ نعم، الفرقة جاهزة. الصاد، الزاي، السين. انطلقي. يا لهذا الصفير المذهل. وهل عرفت لماذا تسمى الحروف الأصلية؟ نعم، إنها تسمى الأسلية لخروجها من أسلة أي مستدق اللسان ومن بين الأسنان الأمامية السفلى والعليا، وتسمى أيضا حروف الصفير لأنها تنطلق مصحوبة بالصفير المميز لها، أي تلفظ هكذا. إس إز إس. أجل، هذا صحيح. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس وكل حرف عنده تحمس. أصلية صفيرها مميز، صاد وزاي ثم سين يبرز. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس وكل حرف عنده تحمس. يا فرقة الحروف اللثوية، الثاء والذال والضاء، هل أنت جاهزة؟ نعم، الفرقة جاهزة. الثاء، الذال، الضاء. انطلقي. لقد عرفت لماذا تسمى الحروف اللثوية. ولماذا تسمى الحروف اللثوية؟ لخروجها من اللثة أي من بين الأسنان الأمامية العليا والسفلى، ومع إلصاق رأس اللسان بأطراف الأسنان، أي تلفظ هكذا. إذ إذ إذ. بوركت فطانتك يا ذكوان. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس وكل حرف عنده تحمس. لثوية ثاء وضاء ذالها، من بين أسنان بدا أعمالها. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس وكل حرف عنده تحمس. يا مركبة الحروف الشفوية، أولا يا حرف الفاء، هل أنت جاهز؟ نعم، أنا جاهز. فاء. انطلق. إيه
الانطلاق. يا تتمة فرقة الحروف الشفوية الواو والباء والميم، هل أنت جاهزة؟ نعم الفرقة جاهزة. الواو الباء الميم، انطلقي. إنها فرقة مدهشة، فحرف الفاء ينطلق من بطن الشفة مع أطراف الأسنان العليا. ومن أين ينطلق حرف الواو؟ ينطلق حرف الواو من بين الشفتين، لكن بانفتاح الشفتين قليلا. ومن أين ينطلق حرف الباء وحرف الميم؟ إن كلا من حرفي الباء والميم ينطلقان من بين الشفتين، لكن بانطباق الشفتين في الباء والميم. وهل عرفت لماذا تسمى الحروف الشفوية يا ذكوان؟ نعم، تسمى هذه الحروف الأربعة الفاء والواو والباء والميم الشفوية، لأنها تحتاج إلى الشفتين من أجل الانطلاق من مخارجها، أي تلفظ هكذا إف أو إب إم. أحسنت أحسنت، بارك الله بك. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. والشفوية التي منالها من شفة سفلى ومما يعلها، حروفها فاء وواو ثم باء وميم رابعا قد تم. فالفاء من سفلى مع الأسنان، فالفض بها وكن على اطمئنان. والواو من مضمومه قد علما، وافتح قليلا كي تراه سلما. باء وميم بانطباق الشفة من أسفل ومن عل لا تفلتي. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. يا لهذه المركبة العجيبة، إنها تتميز عن سواها من المركبات، فهي ذات شكل مختلف، وفيها كرسيان طائران مختلفان ويشبهان الصاروخ الفضائي أيضا، ولكن باب الانطلاق الذي يشبه الفم مغلق، فهل سينطلق الحرفان من مخرج مختلف عن مخارج الحروف السابقة؟ يا مركبة حروف الخيشوم، يا حرفي الغنة الميم والنون الساكنان، هل أنتما جاهزان؟ نعم نحن جاهزان، ميم نون، انطلقا. حقا لقد انطلقا بشكل عمودي ومختلف عن المخارج السابقة. وهل عرفت لماذا انطلق الميم والنون بشكل عمودي؟ نعم، لأن حروف الخيشوم موقعها في أقصى الأنف، فلو أغلق الأنف لم تنع انطلاق كل من الميم الساكنة والنون الساكنة، ولا سيما أن باب الفم مغلق أمام هذه المركبة. أي لو أمسكت أنفي عن لفظ الميم الساكنة والنون الساكنة فلن يستطيع الخروج والانطلاق هكذا. وهل تذكر مثالا من كتاب الله تعالى يا ذكوان؟ أجل، فمثال الميم المشددة هماز، ومثال النون المشددة والنازعات، وتمدان كحرف الألف ولكن مع الغنة. نعم أحسنت أحسنت يا ذكوان. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر، حروفنا في المركبات تجلس، وكل حرف عنده تحمس. مركبة الخيشوم أقصى الأنف، أغلق فمن ثم انطلق بالحرف. ميم ونون ساكنان انطلقا من مخرج الخيشوم حيث استبقا. وغن كل منهما إن شددا، والغن تمدد واتبع هذا الهدى. كالألف الذي طبيعيا بدا،
ولا تزد عن ألف كي تسعدا. مخارج الحروف 17 وتستعد للسباق المنتظر. حروفنا في المركبات تجلس وكل حرف عنده تحمس. ولكن من الرابح في هذا السباق؟ كل الحروف رابحة في سباق التجويد، فكلها ضرورية لنطق اللغة العربية، ولكن سيحمل وسام الفوز حرف الضاد، لأنه الحرف الوحيد الذي يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات. كم أنا سعيد، هذا أجمل سباق رأيته في حياتي، إنه مبهج ورائع جدا. يا سلام، تبدو فرحا جدا يا ذكوان. والآن هيا بنا إلى مبنى صفات الحروف. هيا بنا، هيا هيا. مسابقة حكاية التجويد، من خلال هذه الحلقة إليكم السؤال التالي: ما هي الحروف الأصلية؟ ومن أين مخرج الحروف الأصلية؟ ولماذا سميت الحروف الأصلية؟ ما هي الحروف اللثوية؟ ومن أين مخرج الحروف اللثوية؟ ولماذا سميت الحروف اللثوية؟ ما هي الحروف الشفوية؟ ومن أين مخرج الحروف الشفوية؟ ولماذا سميت الحروف الشفوية؟ ما هي حروف الخيشوم؟ ومن أين مخرج حروف الخيشوم؟ ولماذا سميت حروف الخيشوم؟ أعيد السؤال: ما هي الحروف الأصلية؟ ومن أين مخرج الحروف الأصلية؟ ولماذا سميت الحروف الأصلية؟ ما هي الحروف اللثوية؟ ومن أين مخرج الحروف اللثوية؟ ولماذا سميت الحروف اللثوية؟ ما هي الحروف الشفوية؟ ومن أين مخرج الحروف الشفوية؟ ولماذا سميت الحروف الشفوية؟ ما هي حروف الخيشوم؟ ومن أين مخرج حروف الخيشوم؟ ولماذا سميت حروف الخيشوم؟ أولاً الجهر ضد الهمس، ثانياً الشدة ضد الرخاوة، وستنضم للمبارزة بينهما مجموعة التوسط بين الشدة والرخاوة، ثالثاً الاستعلاء ضد الاستفال، رابعاً الإطباق ضد الانفتاح، خامساً الإذلاق ضد الإصمات. أها، حقا ما أجمل هذه المبارزة، ولكن من سينتصر يا ترى؟ حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. حكاية التجويد في مدينة بناؤها ملون ورائع، أبطالها ذكوان والتجويد وأحرف مثيرة فتابعوا. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. مضمونها قواعد التجويد وسردها من الخيال أروع، حكاية مفيدة لمن يرى، فإن بصرت مشهدا ستولع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. يا من تريد أن تكون متقنا في نطق ترتيل فزد ما يخشع، ومن أفاد الناس في خطابه نثرا وشعرا فليضف ما ينفع. حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار، انظروا واستمتعوا. وآخر المطاف ربح للذي يدعى
يجيب عن أسئلة ويجمع. حكاية التجويد علم نافع، حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد خير جامع، حكاية التجويد علم نافع، تبسط التجويد